ممكن دكتور أسجل لو سمحت؟ احنا كنا لسه في ال فاضل لنا حته هنا صح؟ قلنا ازاي بنأكسس ده؟ فطبعا بنفس الاسلوب ده لو كنا بنكمل كلامنا قلنا دي مين؟ قلنا كده نرجع لايه؟ وهكذا طبعا كترو او قال له مش قضيه. ده اسلوب. والاسلوب ده ممكن تمشي معاه في انك تعمل ايه؟ تعمل لوب عادي جدا. تمام؟ وفي اللوب دي هتقوم جاي عامل ايه؟ بي ان الان بفور صح؟ البي ان ان بفور هتشوف انت عايز تاخد ايه؟ انا مش عايز اخد غير الفاليوز صح ولا ايه؟ مش محتاج كيز هنا انا الكيس مش هتقدم لي شيء ولا ايه؟ الكيس مش هتقدم لي شيء. انا محتاج الفاليوز على طول، كل فاليو هتتعمل هتبقى لا. يعني فعليا البي ده شايل ده كله على بعض. شايل ده كله ايه؟ فبتخليني اخش في نست اللوب. انا اخش في نست ايه؟ نست اللوب. دي سميتها ايه؟ وبالتالي هو جاي عامل فور بي ان ام بقى. الام ده الام ده هيجي لي كده ده على بعض هو جاي بقى عامل ايه البي دي تجيب لي بقى كي فاليو كي فاليو كي فاليو انا محتاجها كي فاليو يعني دي هقول له دوت ايه بس ماشي كده طيب دوت ايه يا شباب اللي بيجيب لي كيو والفاليو انا عايز البي دي اللي هي هتجي لي بقى خلاص الام ده خلاص عرفناه هو الشال ده كله حته على بعضها انا عايز امشي بقى كي فاليو كي انا عندي الام بي اي دي والنيم بس لكن انا ممكن يكون عندي كتير ما اعرفش لذلك انا محتاج ايه الكي والفاليو عشان اشتغل عليهم هما الاثنين بس الايتم نعم الايتم اتبع دوت الايتمز بالظبط تمام وبالتالي او جاي هنا قايل له برنت على اف اقول له الكي وسبيس نقطة سبيس وخليه مع الفاليو وخلصنا نست اللوب عادي جدا المفروض هيمشي على كله ويطبع هو كله اوتوماتيك تعال نجرب بخمسه ده الاولاني لما طبعت الام باي دي وطبعت الام بنين صح؟ هنا بقى الام باي دي والايمين الام باي دي الثاني والايمين الام باي دي الثالث والايه؟ وهكذا يعني لو رجعنا جبنا مثلا بيانات اكتر شويه مش مشكله يعني انا ممكن ازود واحده كمان مثلا مش هيبقى لها يعني شكل ممكن طبعا لو انا عايز اطبع قبل ما يخش قبل ما يخش اطبع مثلا برنت اعمل كده ومثلا لو انا عايز اجيب على سبيل المثال رقمه مثلا يعني اجيبه ازاي هنا؟ فهمت انا عايز اعمل ايه؟ زي فاصل كده ما بين كل موظف والموظف الثاني. وعايز اطبع هنا رقم واعمل ايه؟ اعمل لاين امس دي ام بي دي هتبقى شايله ايه؟ شايله ايه؟ شايله ده كله على بعضه. صح؟ فده يعتبر كده بالنسبه لي ديكشنري عادي، لازم اقول له الكي بتاعه. لازم اقول له ام بي ايه؟ ام بي اي كده. ده بالنسبه لي على بعضه هي ام اوف ام اي دي ده كده لقيت قيمه منه صح ولا ايه؟ عملت ام بي دي شباك كده بعد كده القيمه اللي فوق دي هتطلع فيها رقم لو جيت عملت
خمسة الزعلوا معلش السنتكس الزعلوا في شيء عشان بس دبل كوتيشن جوه دبل كوتيشن ده مش محبوب يعني فخليها سنجل كوت ماشي عشان ايه هنا في بره دبل وهنا دبل وبعد كده دبل وبعد كده دبل مش قادر يفهم يعني فاهمني رنيت قال لي بقى الاي رقم 1 2 3 7 قال لي كريم وبروجرامر 3 8 سنين داتا اناليست رقم 3 واقدر اشتغل بقى زي ما انا ايه زي ما انا عايز زي ما انتم شايفين كده ايه اللي مش شايفين اصلا حاسس ان التواصل النهارده مش والناس لا الامور طيبه الامور طيبه يا استاذ الحمد لله فده كان اخر حاجه كنت عايز اقولها في النست ديكشنري طبعا باقي الحاجات كلها حاجات عاديه يعني مش خلاص بقى انت جوه الديكشنري بتاعك واشتغل يعني مش انت عايز تعمل ايه بقى خلاص تاخد مثلا كي خلاص او الفاليو او بتخش على القيمه عرفت توصل بقى وتخش اشتغل زي ما انت عايز مبقاش في عندك اي مشكله دكتور عفوا بالله ممكن هيك على السريع الاخر يعني انت لما عملت فور الام ان فاليو يعني هاي مش مستوعبها كثير يعني ما ركزتش فيها دكتور اخر شيء انا لما اجي اقول ام بي 4 الام بي 4 ده كله نعم الحته دي كلها على بعضها دي الام بي 4 بس انا قلت دوت فاليوز يعني دوت كيز ودوت فاليوز ودوت ايتمز دول فاليوز يعني انا من الاخر هتسلم الامب في اول لفه ايه؟ اول لفه هتسلمه الفاليو على طول كده دي مش هتسلمه فيه ثاني لفه تسلمه الفاليو دي على بعضها ثالث لفه تسلمه الايه؟ الفاليو دي كلها كده فاليو مظبوط نعم. بس مباشره لما بقول ايتمز ما بتعملش كده دول ايتمز بتسلمها دي تحطها في الكي فاليو خلاص ودي تحطها في الايه؟ في الفاليو اول لفه اللفه اللي بعدها دي تتحط في الكي خلاص ودي تتحط في الايه؟ في الفي اللفه اللي بعدها دي تتحط في الكي ودي تتحط في الايه؟ في الفاليو وهكذا ولما اقول كيز يبقى هترجع لي اول مره ترجع لي ده ثاني مره ترجع لي ده ثالث مره ترجع لي ما تشتغلش على الفاليو فاحنا لفينا ليه على الفاليوز؟ لان انا مش محتاج الكي بس وتكسب راحتك انت بقى عايز تشتغل عليها حاجه لو عايز تشتغل عليها حاجه بضطر اعملها تمام؟ ده كده كان موضوعنا في الليستد ديكشنري. طيب. الموضوع ده يخلينا نفتح موضوع تاني دلوقتي اهميه. احنا كده خلصنا كوليكشنز. خلصنا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في موضوع الكوليكشنز يعني مش محتاجين نشرح اكتر من كده يعني الكوليكشنز كده اتغطت بشكل الحمد لله توفيق ربنا كويس. فمش محتاجين ناخد اكتر من كده لكن نخش في موضوع تاني اللي هو زي ما قلنا اللي هو الفانكشنز ماشي فانكشنز موضوع مهم وبدانا نستشعره احنا عايزين نفصل الاكواد وتبقى يعني تقسيم للاكواد اما كان في حد تقريبا سالني على حاجه قبل كده وقلت له موجود اللي هي الاري ودي طبعا موجوده وكل حاجه بس يعني مش محبوب تشتغل بيها قوي لان الحاجات اللي احنا اشتغلناها بتديك قيم بتديك شغل افضل يعني تمام لكن هي اصلا الاري بتيجي من لو حبيت تجيب اري او تشتغل على اري بنضطر ان احنا نقول له بنستدعيها يعني نقول له ان هي ما بتبقاش في الاصل فممكن مثلا اقول له فروم اري امبورت استس تمام عايز كل حاجه هو الاري وابدا بقى اشتغل ايه؟ اشتغل اري فاهمني؟ فهي مش من اصل البيانات انا اسف بس اخد الصوت
ماشي يا شباب. دي كانت بنتكلم على ري استدعيها من بره وبنبدا نشتغل عليها زي ما احنا عايزين، لكن هي مش هتدينا في الوقت الحالي اي امكانيات اكتر من اللي احنا محتاجينها. عشان كده انا يعني دي تعتبر لايبرري خارجيه او اضافيه، فلذلك انا مش مهتم ان احنا ايه نخش في تفاصيلها. يعني احنا اخذنا خلاصه في الموضوع بتاع الكوليكشنز حتى الان، على السريع كده احسن ما بدانا فيه بقى لنا فتره. يعني اخذنا الليست صح، دي كان اول حاجه كده. اخذنا التابل صح، وبعد التابل بعد كده اخذنا الست، بعد الست اخذنا الديكشنري. تمام، بالنسبه كل دول بنسميهم كوليكشنز، هم كلهم بقى طبعا حاجات تخص الداتا ستراكشر برضو مفيش فيها مشكله. كده كفايه قوي في الجزئيه دي، انا بعتبره كجزء تاني. هبدا بقى في موضوع تاني مهم وهيوفر لنا شغل كتير هنا، اللي هو الفانكشنز. جاهزين نبدا الفانكشنز؟ نعم. بس ايه